السلام عليكم. اليوم غادي ندير الحشه ديال الفراح في فوق العواد. انا بديت لكم من هنايا، عندنا هنايا الزعتر ومرسيطه وفليو، غنديرهم في وسط الحرشه وانتم غتبعوا معنا المراحل كيفاش غنديروا لهاد الحرشه. وهاد الحرشه هي غنديروا بها الرفيسه، نوريكم شنو غادي نديروا. دابا حنا غندقوها هاهي باش تولي عندنا بحال شي مسحوق. دابا حنا درنا في القصرية هانتوما، كنديرو السميدة دابا فوق داك العشوب. وغنديرو حتى السميدة الرقيقة، درنا السميدة الغليظة والسميدة الرقيقة، خلطوهم ونخلطو مع هاد العشوب. كتبقى ديرها الطريقة تخلطو مزيان، درنا الملحة على حسب القياس، كل واحد شحال كيبغي يدير ديال الملحة. شوية زيت كنغملو بها ديك السميدة، صافي كنبدا نزيدو الماء ونعجنو مزيان. ها خليت مع الشوية، دابا نخليوها تنعس شوية باش تصاوب. نخليوها تنعس شوية باش كتصاوب الحرشة. نعسية تخمر؟ لا درتها طبطاب. طبطاب طبطاب داك السميدة بالماء، هادي هي كتنعس. غنخليوها تنعس وغادي نمشيو نشعلو دابا العواد، نديرو الفراح يسخن باش نطيبوه. يلا خليكم معانا. دابا حنا كنديرو العواد باش يشعلو، عاد غنديرو فوق منو من الفراح. هانتوما الدخان هدا حار مع دوك العواد. هاهو الفراح، هدا هو الفراح. بالنسبة لي مكيعرفش الفراح كي داير، هاهو هانتوما العواد دابا كيسخنو كيتحرقو ومنطو الفران كي كيسخن الفراح، الفراح كيسخن.
حنا رجعنا دابا للحرشه، خليناها نعسات زعما شربات داك الماء، عاد راه غادي ندلكوها. حنا كنديرو الماء و كتدلك حتى تدلك مزيان. عرفتي واحد الريحه زوينه ديال فوق العشوب واعره كتحمض بالطريقه. المهم حنا قسمنا هذيك العجينه على زوج باش دير لينا زوج حرشات، وغنديروا شويه السميده هنا باش نكرصوها. ها هي السميده رقيقه، صافي كنغطيو هادي، غنديو هادي نطيبوها عاد نرجعو ناخدو هادي نديوها. مهم ها الفراح ديالنا شتي خليناه يسخن فوق العواد والعافيه شعلت مزيان، شكي ولا كحل حيت داك الدخان كيردو كحل. والحرشه ديالنا ها هي درسناها هنايا، ما يدرناه هنا فوق الفراح ونبقاو نقرصو فيها. عرفتي راه كاينه الحراره في هاد العواد راه الصهد. نبداو نحركو شويه العواد باش تجي العافيه الوسط باش تطيب الحرشه مزيان. هاي شويه وكنقلبوها حيت الفراح سخون بزاف والعواد راه العافيه مجهده بزاف. شتي حيت الفراح سخون دغيا كطيب. ايوا كل اللي بغى يصبر راسو هو يجي العربيه. ايوا هي العربيه باش يستوي. داكشي علاش الناس العربيه كيشدو الصحه. حبيبيكم غندير لكم ترفيسه. خالتي كتعرض عليكم قالت لكم اجيو مرحبا بكم، دير لكم الرفيسه وكسكسو والطعام وكسكسو كلشي. سويكوك سويكوك شنو اخر بنق كلشي بنق ان شاء الله.
حنا هكا نطيبو الخضرة كلشي غنديرو ان شاء الله. شراك جاي انت اجري مرحبا بيهم. شو العافية كي تجهدات مع البرد. تي هاد الحشرة زوينة، بنادم يصاوبها غير هكا في الصباح يفطر بيها، ماشي ضروري فوق العواد. الناس اللي في المدينة يديروها غير فوق المقلة، عرفتي، مع داك العشوب راه كتجي بنينة وصحية. مرسيطة والزعتر وفليو صحية سميدة. تمشي هاد ريحة الدخان، مع ريحة الدخان كتجي خلاص بنينة. والدجاج هو راه كيغني لينا. هذه الحرشة الاخرى جبناها نقرصوها باش نحيدو هذيك اللي هذه اللي كطيب. ها هي راه قربات تبارك الله. شو على لون المقلاة غير كتحرقها، الفراح كيطيبها من الداخل. واش الفراح باقي كيتباع في السوق ولا لا؟ ماشي موجود. موجود شحال كيدير؟ 400 دريال. ها كاع اللي ما عندوش العربيه يديرو غير في السطح. دابا كنقيو من داك السميده المخروقه باش نديرو الفراح، مش ماشي تلصق لينا في هذاك السميده المحروقه تعطي غير الريحه. هانتوما هاد الطريقه، هاهي كتحط ونحطوها فوق العافيه ونقرص. جزاك التقيبه باش ما تنفخش. الناس العربية كيبقاو شادين الصحة كياكلو هادشي زوين فوق العواد وهذا والدخان وملي كينوضو هما كيشقاو بحالا كيديرو الرياضة. صافي دغيا نقلبوه، صافي عاد تبقى طيب. هاهي الحرشة ديالنا اللولة طابت، درناها هنايا. غندكوها دابا، دكوها باش تجي سهلة في التقطاع. كلشي بالبيع عندنا، ماشي نديرو نتا باش نديرو اليدين، كلشي هادشي دار قدام. نكوها بهاديك اليد ديال المهراس. صافي كنبقاو ندبكو هكا وعاد كنفرتوها بيدينا قد مزيان 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 حتى كتولي غير صغيوة. ملقيتوش ما تيبغيش يحفظ. احنا حيدنا الحرشة التانية وندكوها تاني بنفس الطريقة. خاصها تدق ما حدا سخونة ياك خالتي، حيت لا بردات ما متصلحش الدكان.
نسلقو ندكوها بهاد الطريقه ونفرتوها ونوريكم من بعد فاش نديرو عليها المرقه ديال الدجاج بالدجاج البلدي وبالبصله. ما صورتش لكم لحقاش كلشي كيعرف يساوي بالمرقه. المهم المرقه اللي درت فيها الدجاج البلدي والبصله ومطيش محكوكه والثومه، جوج ريوس ديال الثومه درتهم، ماشي جوج كبكوبات، وراس الحانوت والعطريه كامله، واه والعدس والفول والحلبه. صافي هادشي اللي درت فيها، غنوريكم شنو نديرو. عاوتاني هانتوما من بعد ما دينا البيله غنديرو عليها الفراخ، هكا.